السلام عليكم. كيف يشخص المسعى المدني المستقل في موريتانيا واقع المشهد السياسي الموريتاني؟ لماذا أطلق مبادرته ووساطته من أجل الحوار في هذه اللحظة بالذات؟ أين مبادرته الساعية إلى خلق توافق بين مختلف فرقاء المشهد السياسي من المبادرات والوساطات الأخرى التي أطلقت في هذا الإطار؟ ثم كيف يستطيع المسعى المدني المستقل إقناع الطيف المعارض المقاطع لجلسات الحوار التمهيدية الأخيرة وقد شارك بعض أعضائه والناشطين فيه في هذه الجلسات؟ أسئلة من بين أخرى نطرحها في حلقة هذا المساء من برنامج المشهد مع المتحدث باسم المسعى المدني المستقل من أجل الحوار في موريتانيا الأستاذ محمد سالم ولداح. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا مرحبا وسهلا. بداية، كيف تقيمون في المسعى المدني المستقل من أجل الحوار واقع المشهد السياسي الموريتاني الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكركم على إتاحتنا هذه الفرصة من أجل الحديث حول هذا المسعى. نحن اخترنا كلمة المسعى وحاولنا أن نتجاوز كلمة المبادرة، لأنه في الحقيقة ربما أفرغت هذه الكلمة من محتواها لاستخدامها بشكل كثير. على كل حال ومبادرة في النهاية من أجل، على كل حال نحن ناقشنا التسمية واتفقنا على أن نطلق عليها المسعى المدني المستقل من أجل حوار وطني شامل. على كل حال، هذا المسعى جاء انطلاقا من تحليل معمق للوضعية السياسية الراهنة في البلد فيما يخص موضوع الحوار الوطني الشامل. وأيضا هذا المسعى جاء بمبادرة من المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية، حيث سعينا إلى ضرورة أن يساهم المجتمع المدني وأن يساهم المثقفون والإعلاميون والنقابيون والمنظمات الحقوقية والشبابية حتى، أن يساهم الجميع في تحليل الحالة السياسية ووضعية أو حالة التجاذب السياسي التي نعيشها منذ فترة ما بين أقطاب المشهد السياسي. على كل حال، استجابت هذه المنظمات لهذه المبادرة، والتقينا في حلقات عديدة في مقر المركز لمناقشة يعني الحالة السياسية الراهنة في البلد، وأيضا لمحاولة أن يبذل المجتمع المدني دورا مسهلا، أو حتى أننا بحثنا عن إمكانية لعب هذا الدور، وحتى أننا جئنا على تقييم المنظمة يعني تقييم التنظيمات نفسها وتقييم ما يمكن أن تقوم به. على كل حال، توصلنا بعد الكثير من الشد والجذب والنقاش والأخذ يعني إلى غير ذلك، توصلنا إلى ضرورة أن نعلن عن مسعى سميناه مسعى مدنيا مستقلا من خلال التشكيلة. استقلالية هذه استوحيناها من خلال التشكيلة يعني المؤسسة لهذا المسعى. طيب، من خلال التشخيص مما خرجتم فيما يتعلق بالمشهد السياسي الموريتاني اليوم. نعم، سألقي يعني سأسمي بعض الهيئات أو الهيئات التي أسست، ثم بعد ذلك أجيب أرد على يعني السؤال. طبعا الهيئات المؤسسة لهذا المسعى هي الهيئة الوطنية للمحامين ونقابة الصحفيين الموريتانيين والسلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ومنتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، كذلك نادي المثقفين، بالإضافة إلى المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية، رابطة النساء من أجل التنمية المستديمة، وشبكة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال المواطنة أو في ميدان المواطنة، ومنظمة آفاق الريفية، بالإضافة إلى رابطة التنمية وترقية حقوق الإنسان وجمعية الشباب من أجل التضامن والمواطنة. طبعا هذه الجمعيات تتشكل من عدة رؤى، يعني تنخرط فيها رؤى عديدة، من ضمنها رؤى موالية ومن ضمنها رؤى معارضة، بالإضافة إلى رؤى مستقلة أيضا موجودة ضمنها. المهم، نحن وصلنا بعد تحليلنا، خصوصا بعد أن اطلعنا على ردود الأطراف وبعد أن اطلعنا وقيمنا يعني الحالة السياسية الراهنة ومستوى قوة الضغط والتجاذب الذي أصبح يشكل يعني للمواطن الموريتاني بشكل عام، أصبح يشكل له هاجسا يعني يخاف يعني نتائجه إن لم يعني يتم التغلب يعني على مستوى وهذا التجاذب الذي يكاد يصل في مرحلة من مراحله إلى تجاذب سلبي ينعكس أيضا بشكل سلبي
على الحياة العامة أنتم البلد. حسب التقييم الوضع هو تجاذب لا يصل إلى درجة أزمة ما بين الطرفين. على كل حال أنت كما تعرف نحن هيئات مدنية مستقلة، كل طرف سياسي له تصنيف للحالة السياسية الراهنة، لكن المعارضة تعتبر أن البلاد تعيش أزمة سياسية، والأغلبية تعتبر أن البلاد في وضع تقول بعكس ذلك. لكن نحن في نعرف أن نعم. ما دمتم تتشكلون من هيئات مختلفة نعم. معارضة وموالية، هل خرجتم بوجود أزمة بين الطرفين؟ توصلنا إلى أن هناك تشاذب سياسي سلبي وله انعكاسات سلبية، أبطاله هم صناع المشهد السياسي الراهن سواء كانوا في الأغلبية أو في المعارضة، وبالتالي هذا ما جعلنا نحاول أن نتدخل وأن نكون مسهلا من أجل أن نحد من قوة هذا التجاذب، وإذا أن نطلع على حقيقة هذا التجاذب، ما هي العوائق، يعني العوائق بشكل حقيقي وملموس التي تقف أمام قيام حوار وطني شامل. هل هي هذه العوائق يعني جاءت من الأغلبية أم جاءت من المعارضة، وبالتالي أن نحددها وأن نصنفها وأن نستطيع من خلال يعني الاطلاع عليها من خلال لقاءاتنا بالطرفين بشكل مباشر أن سنتقدم بخلاصة من خلالها سنحدد يعني كيف يمكن لنا أن نلعب الدورة ومن أين تأتي العوائق، من الذي يقف وراء قيام هذا الحوار الوطني الشامل. هل هي الأغلبية؟ هل هي أطراف في الأغلبية؟ هل هي المعارضة؟ هل هي أطراف في المعارضة؟ أم أنه عائق نفسي يعني وسياسي نتيجة لتشاذبات ماضية هو العائق الحقيقي؟ طيب لكن لماذا جاء المسعى في هذه اللحظة بالضبط، رغم أن ما هو حاصل منذ فترة ليست بالقصر حتى؟ على كل حال فعلا هذه ليست المبادرة الأولى، ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجتمع المدني من أجل أن يساهم في ترتيب الوضع السياسي. خلال المبادرة التي تقدم بها الرئيس مسعود الخير خلال السنوات الماضية، المجتمع المدني، بعض منظمات المجتمع المدني دعمت وساعدت هذه المبادرة انطلاقا يعني من مسعاها هي الأخرى في ترتيب الحالة السياسية الخطيرة التي شهدت المرحلة في تلك المرحلة، والتي لا زالت تشاذباتها قائمة لحد الساعة رغم أن تلك المبادرة فشلت. ولماذا المسعى رغم أن هناك مبادرات أخرى داخل المعاهدة نفسها من أجل يعني ترميم هذا الوضع وخلق توافق سياسي؟ نعم، هناك فرق ما بين مبادرة يشترك فيها المجتمع المدني ومبادرة تأتي في إطار سياسي مغلق. في إطار المبادرات السابقة أو مبادرة الرئيس مسعود التي تقدم بها في السنوات الماضية، شارك المجتمع المدني بشكل قوي في تلك المبادرة وحاول أن يساهم في الدفع بها إلى الأمام. على كل حال شكل السياسيون عائقا أمام دور المجتمع المدني في تلك المرحلة، وبالتالي لم نصل إلى النتيجة المطلوبة. طيب أنتم الآن بهذه التشكيلة بعضكم شارك في جلسات الحوار التمهيدية التي قاطعها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وبعضكم مستقل، لكن كيف يمكن أن تقنعوا الطرف الآخر المقاطع لهذه الجلسات وللحوار القادم ما لم يتم الرد المكتوب على ممهداتي وأنتم شاركوا على كل حال فعلا من ضمن هذه الجلسات؟ على كل حال من ضمن هذه الهيئات هيئتين شارك فيما يسمى بالممهدات، يعني لقاء الممهدات من أجل إطلاق حوار وطني شامل، وبالتالي طبعا لكل هيئة مدنية الحق في أن تشارك بما تراه من رؤية في إطار الحوار. هذه هيئات ليست هيئات سياسية، هذه هيئات مدنية، إذا ما استدعاها غدا المنتدى فيمكن أن تشارك معه في ندوة أو في حوار. طيب بالمقابل هل هناك هيئات أخرى قاطعت هذه الجلسات التمهيدية مثلا تكون محسوبة على الطرف الآخر؟ على كل حال كل الهيئات الأخرى لم تشارك، لا مع هؤلاء لم تشارك لكنها لم تقاطع أيضا. كيف لم تشارك؟ هؤلاء شاركوا كجزء محسوب على الطرف الآخر المشارك وهو الأغلبية، لماذا مثلا لم يشاركوا؟ على كل طرف محسوب على هؤلاء. على كل حال نحن ناقشنا على كل حال مثلا من قاطع، لماذا لا تشركوا هيئات مجتمعية أخرى مدنية من الطرف الآخر المقاطع؟ لا، نحن هنا أولا عليك أن تعرف أن هذه الهيئات هيئات مدنية مستقلة، الهيئة الوطنية للمحامين، وطبعا هي هيئة معروفة لها نضالات حقوقية معروفة، كل هذه الهيئات يعني معروفة وهيئات مستقلة غير ذلك، لكن بعضها شارك في هذه الجلسات، وبالتالي هذه الهيئة تضم بإضافة إلى كما قلت سابقا بعضها طرف من الأغلبية وبعضها طرف من المعارضة وبعضها لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. على كل حال هم مشاركتهم يبررونها في أنها جاءت في إطار المساهمة من خلال هذه الممهدات
في التوصيات على ضرورة أن يكون هناك حوار شامل يجمع جميع الأطراف، وبالتالي يعتبرونها فرصة يجب عليهم المشاركة فيها حتى يحددوا رغبتهم وما يريدون أن يصل إليه هذا الملتقى يعني من توصيات. على كل حال هذه الهيئة حتى وإن كانت شاركت هي الآن حتى هذه الهيئة وحتى منتدى المجتمع المدني حتى وإن كانوا شاركوا في المؤتمرات هم الآن شاركوا أيضا في فهم آخر وفي مرحلة أخرى بضرورة أن يكون هذا الحوار المزمع يعني أن يقام خلال مرحلة من المراحل ضرورة أن يشارك فيه كل الأطراف، وبضرورة أن يسعى يعني نسعى نحن من خلال هذا المسعى أن يتم ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنهم حتى ولو كانوا شاركوا في مجال الممهدات، والممهدات لا تعني الحوار ولا تعني إطلاق الحوار، وجاءوا اليوم وشاركوا منظمات أخرى يعني مدنية وحقوقية ولها يعني أدوار ملموسة في المجتمع ساهموا معها في مرحلة لكن أخرى، لكن هل هي بذلك تظل مستقلة؟ أنا أسمع، ما داموا شاركوا معنا في هذا الملتقى وفي هذه الفكرة وفي هذه المبادرة كهيئات مدنية مستقلة تسعى إلى الدفع بالحوار على أن يكون حوارا وطنيا شاملا، أنا أعتقد أننا يجب أن 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 نقرأهم من جديد وأن نقرأهم من خلال دخولهم في هذا المسعى. مشاركتهم الأولى طبيعية أن تكون مجتمع يعني منظمات مدنية أن تشارك فيما أطلق عليه أنه ممهدات للحوار، هم ليسوا أحزاب سياسية، هم لم يقرروا المقاطعة ولم يقرروا أنهم مع هذا أو مع ذاك، وبالتالي مشاركتهم قرروا المشاركة في الممهدات، وأنا هذا لا أعتبره مانعا من أن يقدموا في مرحلة أخرى ونحن نتوجه إلى حوار شامل يساهموا وأن يدافعوا وأن يناضلوا وأن يتحدثوا على ضرورة أن يكون الحوار القادم حوارا يشمل جميع الأطراف. طيب هل تريدون بهذا المسعى مثلا محاكاة وتقليد مسعى آخر لمجتمع مدني آخر في بلدان أخرى مثلا؟ على كل حال هناك معلومات يجب أن يطلع عليها المشاهدون وأن يطلع عليها الرأي العام، أن هذا المسعى فكرته تشكلت قبل 7 أشهر من الآن، وبالتالي من خلال ماذا؟ من خلال لقاء احتضنته نقابة الصحفيين الموريتانيين شمل نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وسلك الأطباء ومنتدى نادي المثقفين والمركز العربي الإفريقي للإعلام وجمعية ثقافية من أجل التنمية. يعني هذا قبل 7 أشهر من الآن ناقشنا، وبعد سلسلة نقاشات يبدو أن الأمر لم يتطور نتيجة للظرف القائم آنذاك. الآن أحيت المبادرة من جديدة وليس في إطار يعني التقليد بقدر ما نحن هو محاولة لبعث روح ودور جديد حتى للمجتمع المدني في موريتانيا. نحن في المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية يعني الذين يعني قد بادرنا يعني في خلق هذه المبادرة من جديد وفي إحيائها من جديد، سبق وأن بادرنا 2002 في إطار يعني يوم حواري سياسي ما بين الأغلبية والمعارضة، وعندنا التوثيق وعندنا كل ما يدل على ذلك، وبالتالي ليس هذا هو المسعى، وسبق وأن أيضا قمنا بنفس التجربة في مراحل أخرى لاحقة، وبالتالي التقليد لا 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 لا, لا موقع له هنا. طيب هل هو وحتى وإن كان هذا التقليد وحتى وإن كان هناك ما يستحق التقليد فلا مانع من أن نقلده، ولكن هذه الفكرة وهذه المبادرة ولدت قبل أن يكون هناك طيب تقليد وقبل أن يكون هناك جوائز يعني طيب تمنح لمثل هذه المبادرات. طيب هل هو بذلك محاولة ربما لخلق دور جديد للمجتمع المدني في موريتانيا؟ أحسنت، لأنه لم يكن مألوف من هذه الأدوار. نعم صحيح، لم تكن المجتمع المدني، لا هي موجودة، أنا قلت لك أن المجتمع المدني لعب مثل هذه الأدوار، قلت لك أن المبادرة التي تقدم بها الرئيس مسعود والتي كمجتمع مدني شارك فيها المجتمع المدني في إطاره المستقل، لكنه الآن مجتمع مدني لكنه الآن مجتمع مدني بحت لا وجود للأحزاب السياسية فيها، عكس مع أن المجتمع المدني الآن عندنا منقسم ما بين الأغلبية وما بين المعارضة. منتدى الفاعلين الحكوميين يعني منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، هذا المنتدى يشمل الآن نقابات وتنظيمات هي أعضاء فيه وأعضاء في فرقه، لكنها الآن موجودة في 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 المعارضة وفي قيادة منتدى المعارضة، بالإضافة إلى أخرى موجودة في الأغلبية وفي قيادة الأغلبية، لكننا نحن هنا استطعنا أن نستعيد وضعه من جديد وأن نحاول من خلال تعاونه معنا أن يسير في الاتجاه الذي يجمع كل الأطراف، وبالتالي أعتقد أن الأطراف الآن كلها يعني
هي الآن مستعدة، خصوصا هذه الأطراف المدنية مستعدة لأن تلعب هذا الدور، ويجب أن تمنحها هذا الدور، ويجب أن لا تخضع للتصنيفات ولا أن تخضع للأحكام المسبقة، لأن هذه تعبر عن تنظيمات وعن نقابات فيها التنوع وفيها كل الآراء، ويجب أن يمنح المجتمع المدني دوره كما منح في دول أخرى. ومن المعروف أن فكرة المجتمع المدني هي نوع من فكرة توسيع دائرة التشاور، وبالتالي المساهمة والدفع بهذه المبادرة إلى الأمام، وأن تكون كل الأطراف مستعدة للتعاطي معها، لأن في ذلك مصلحتنا أولا، مصلحة البلد أولا، ومصلحة أن يكون هناك مجتمع مدني قادر على التدخل في المرحلة التي تتطلب التدخل. طيب أين مسعاكم من المساعي الأخرى التي أطلقت بشأن الحوار؟ نتحدث عن وساطة المعاهدة، مبادرات مسعود حتى السابقة، نتحدث أيضا عن مبادرة العلماء والأئمة لإصلاحات البينة التي كانت تدعو في كل مرة إلى ما تدعون إليه الآن. أين أنتم من كل ذلك؟ على كل حال، نحن الآن مسعى مدني مستقل، لا نرتبط بأي تشكيلة سياسية راهنة ولا بأي تنظيم سياسي، لا في المعارضة ولا في الأغلبية، وبالتالي توجهنا توجه مدني مستقل. واستطعنا يعني من خلال هذه الهيئات الوازنة التي كما قلت وأكرر فيها جميع الآراء، نحاول أن نلعب دور المسهل، دور يعني أن نجمع الأفكار، أن نجمع التناقضات، وأن نحاول أن نصيغ منها خلاصة نتحرك بها على مستوى كل الأطراف. وطبعا نحن أيضا ننتظر من هذه الأطراف أن تكون مستعدة لذلك، وأن تساعدنا في بلوغ أهدافنا التي هي من أجل موريتانيا أولا. نحن لا نشتغل يعني لا نعمل لأجل حزب سياسي ولا لأجل حكومة ولا لأجل نظام، نعمل لأجل موريتانيا ومن أجل المصلحة العليا للوطن. إذن المشاهدين الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها الوساطة التي يسعى إليها المسعى المدني المستقل من أجل الحوار في موريتانيا. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها المسعى المدني المستقل من أجل حوار وطني شامل في موريتانيا، مع المتحدث باسم المسعى الأستاذ محمد سالم ولده. أهلا وسهلا من جديد أستاذ محمد سالم. أستاذ محمد سالم، أنتم هيئات مدنية مستقلة تسعى إلى حوار وطني شامل ما بين مختلف هذه الأطراف، إلى أي حد يختلف تقييمكم عن الوساطات الأخرى التي تحدثنا عنها والتي بعضها سياسي بحت؟ على كل حال، وجه أو الفارق ما بيننا أننا هيئات مدنية مستقلة، لا نسعى إلى الوصول إلى السلطة، وأهدافنا ليست سياسية، إنما هي أهداف مدنية محضة. وهل لديكم نفس التشخيص؟ على كل حال، نحن وصلنا إلى تشخيص كما قلت لك سابقا، أننا الآن في وضعية تجاذب سياسي ما بين عدة أطراف سياسية، أن كلما كانت هناك محاولة للدفع بالحوار إلى الأمام نجد أن هناك عوائق لا زالت قائمة، وبالتالي أي حوار لا تشارك فيه كل الأطراف السياسية سيبقى حوارا لن يبلغ أهدافه المنشودة، وبالتالي ستبقى الحالة السياسية الراهنة قائمة، وربما ذلك يدفع إلى اتجاهات أخرى نحن بغنى أو في غنى عنها. وبالتالي نحن مسعى مدني مستقل، لا ننتمي لا إلى منتدى المعارضة ولا إلى تنظيم الأغلبية ولا حتى إلى التنظيمات المدنية التي تمحورت يعني أو تخندقت فيهما. نحن نعتبر أنفسنا يعني هيئات مدنية مستقلة،
لها أدوار يجب أن تلعبها، هيئة من ضمنها هيئة مهنية مستقلة. طيب بعضكم انخرط في مبادرات سياسية أخرى كانت تسعى إلى خلق هذا التوافق ما بين مختلف لا الأطراف. لا 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 أتوافق معك، لا أتفق معك في هذا. سابقا قلت بأن بعض هذه المبادرات كانت من ضمن مبادرة الرئيس مسعود سابقا، أليس كذلك؟ نعم من ضمنها، خصوصا طيب خصوصا منتدى الفاعلين غير الحكوميين والمركز العربي. طيب إلى أي حد فقط من ضمن هذه التسعيرة؟ طيب إلى أي حد تشخيص هذه الهيئات التي شاركت هناك وشاركت هنا، إلى أي حد يعني كان هناك مستوى من التوافق فيما يتعلق بالتشخيص؟ مشاركتها هناك أشرت إليها إلى أن المجتمع المدني ليست المرة الأولى، استدللت بها في إطار على أن المجتمع المدني ليست المرة الأولى التي يشارك بها بمثل هذه المبادرات، سبق وأن شارك في إطار هذه المبادرة. طيب وأنا هنا أحاول أن أعرف مدى أما التوافق. أما الآن فمشاركة التوافق في التشخيص خصوصاً وأنها شاركت على كل حال، الكل اتفق على ضرورة أن نلعب دوراً مسهلاً من أجل تجاوز هذه المرحلة التي نخوضها الآن، ومن أجل أن يكون هذا الحوار المؤمل أن يشارك فيه الجميع وأن لا يكون حواراً أحادياً. هذا مبدأ نحن اتفقنا عليه، اتفقنا على أنه بإمكاننا أن نلعب هذا الدور وأننا سنحاول أن نلعب هذا الدور، إن وفقنا فبها ونعمت، وإن لم نوفق نكون ساهمنا أو يسجل لنا التاريخ أننا ساهمنا في حالة كانت تطلب منا أن يكون لنا دورا فيها. طيب هل بدأتم الاتصال بالأطراف المعنية في المشهد السياسي؟ نحن الآن وضعنا الصيغة النهائية لرؤيتنا التي سنتقدم بها بعد أن حللنا ويعني توصلنا إلى اشتباكات المشهد السياسي الراهن، وبالتالي نحن الآن سنبدأ خلال الأسبوع القادم إن شاء الله بسلسلة اتصالات بين الأطراف مع الأطراف السياسية المعنية بالحوار، كما أننا أيضا سندشن سلسلة اتصالات مع تنظيمات المجتمع المدني المخرطة والمخندقة المتخندقة ما بين الطرفين، من أجل يعني أن تتقارب وجهات نظر كل هذه الأطراف. أنت تعرف الآن أن قيادة المنتدى الآن من ضمنها شخصيات معروفة لدى في المجتمع المدني، وبالتالي نحن نرى أن ذلك ربما يسهل مهمتنا، لأننا وحتى وإن كانوا متخندقين سياسيا، ولكن ايضا في الطرف الاخر هناك تشكيلات ايضا مدنيه. المهم نحن سعينا ان نكون واسطه العقد ما بين هؤلاء، وبالتالي استصدرنا لانفسنا اننا مستقلين. على كل حال هذا موقف صعب لان التصنيف ولان يعني سرعه التصنيف في مجتمعنا مساله الحقيقه مقاومتها صعبه، ولكن رغم ذلك نحن نصف انفسنا باننا هيئات مدنيه مستقله. مشاركه بعضنا في الممهدات التي أطلقت خلال شهر أكتوبر لا يعني أنهم دخلوا أو برروا للدخول في حوار غير شامل، ربما ليدفعوا بضرورة أن يكون هناك حوار وليدفعوا بضرورة أن يكون هناك حوارا شاملا. حوار وطني شامل طبيعي أن يضم غير السياسيين، هل ستشاركون فيه؟ نحن ليس مبادرتنا لم نؤسسها على أننا سنشارك أو لا نشارك، لا لكن ما دام هو وطني شامل وهذا ما يسعى الجميع إليه، هل ستشاركون؟ نحن هدفنا ومبدأنا هو أن ندفع جميع الأطراف إلى المشاركة، لأن المشاركة في هذا الحوار السياسي الوطني الشامل والذي يجب أن يتطرق لجميع المواضيع. أما نحن فدورنا في حال دفعتم بها وشاركت، هل ستدفعون بأنفسكم إلى المشاركة؟ إذا شارك الجميع فنحن جزء من هذا الجميع، وإذا قرر البعض أن يشارك لوحده فنحن سيكون لنا قرارنا في الوقت المناسب. طيب هل ستتصلون بالكتل السياسية ككتل أم ستتصلون مثلا بكل حزب على حدة على كل أو حال غير ذلك؟ نحن رغم أن كل هذا جرب على المستوى على كل السياسي. حال نحن سنتصل بالأحزاب أولا ثم الكتل ثانيا ثم الكتل السياسية أقصد ثم الكتل السياسية الأخرى، يبدو أن هناك كتل سياسية أخرى جديدة، وبالتالي ثم تنظيمات المجتمع المدني المخرطة في كلا الطرفين، ثم أيضا إلى الجهات يعني كل الجهات سواء كانت في الأغلبية أو سواء كانت في المعارضة. وطبعا نحن هناك أيضا ربما يتم دعم مبادرتنا بمجموعة من الشخصيات المستقلة ربما يعلن عنها لاحقا إن شاء الله. أنتم بذلك ألا يمكن أن تتحولوا إلى كتلة سياسية؟ أنتم الآن من ضمنكم هيئات مجتمع مدني مستقلة وغير ذلك، قلتم تترقبون التحاق شخصيات مستقلة،
لم يبقى عن تشكيلة المنتدى مثلا وهي الشخصيات المستقلة والنقابية وغير ذلك إلا الجانب السياسي. لا هل لا يتوقع لا لا أن تتحول إلى منتدى لا لا سياسي جديد نحن مستقل؟ نحن مبادرتنا مبادرة مدنية مستقلة لا سياسية. هدفنا ليس سياسي، هدفنا ليس يعني مساعدة زيد على عمر أو عمر على زيد، هدفنا هو أن نساهم يعني كمدنيين ويعني كنشطاء في المجتمع المدني في تسهيل اللقاء ما بين هذه الأطراف، خصوصا أن هذه المبادرة ربما تكون هي الأولى. هناك مبادرات مدنية ولكنها يعني مصنفة في الطرفين. نحن نحاول أن نكون مبادرة مدنية يعني تحاول أن تأخذ من هذا الطرف وأن تأخذ من هذا الطرف، وبالتالي هدفنا ليس سياسي وليس يعني البحث عن كتلة سياسية جديدة. هدفنا محدد هو المساهمة في تسهيل التلاقي والتواصل والنتائج وتقريب النتائج حتى نصل إلى خلاصة تدفع بالجميع إلى المشاركة في هذا الحوار الوطني الشامل المرغوب فيه والذي يدعو له كل المواطنين في الداخل وفي الخارج، وكل يعني الكل يرغب ويدعو إلى ضرورة أن يكون هناك حوار وطني شامل. طيب وليس هل حوارا هذا الهدف أحاديا؟ هل هذا الهدف من بين الأهداف التي تأسست عليها كل هيئة نقابية من هيئاتكم على حدة؟ أي هدف تقصد؟ هذا الهدف الذي تسعون الآن إليه وهو التقارب نعم هذه نعم هذه من أجل الحوار نعم هذه نعم هل من بين هذه الأهداف من تأسست على أساسه بعض الكتل المشكلة لكم؟ لا لا نحن لسنا كتل، نحن أنتم كهيئات نقابية، نحن هيئات نقابية مهنية مستقلة وغير ذلك. كلنا هل من بين الأدوار التي تسعى لها كل واحدة على حدة مثلا تقريب وجهات النظر ما بين الأطراف السياسية المتحاورة؟ كلنا لم تستحدثوا هذا الهدف؟ لا كلنا قطعنا العزم على أن نقوم بمسعى شاد لدى الفرقاء السياسيين من أجل تذليل الصعاب ومن أجل إقامة حوار وطني شامل يأخذ بعين الاعتبار طموحات المواطن الموريتاني. هذا هو الهدف الأساسي. لكن هل هذا من دوركم؟ نعم من دورنا كمنظمات مجتمع مدني أن نلعب هذا الدور، وهذا هو دور ليس الأحرى بكل هيئة على حدة أن تلعب الأدوار التي من أجلها تأسست والأهداف التي تأسست على أساسها. لكل حال نحن تقاطعنا في هذه الفكرة، وعندما تقاطعنا في هذه الفكرة ارتئنا أن نقوم بتشكيلة يعني أن ننظمها في طار هذه التشكيلة الجماعية، وبالتالي هذه الرؤية الجماعية اتفقنا عليها وسنحملها إلى الجميع وسندافع عنها وسنأخذها إلى آخر نفس. طيب لعل وعسى أنتم الآن تريدون وعلى جميع الفرق السياسيين أن يدركوا أن الساحة الوطنية ملت وتعبت من هذا التشاذب السياسي. أنا أريد الحوار، أنا لا أريد الحوار، أنت شروطي، أنت لم ترد علي، أنا لن أرد عليك، كذا وكذا. هناك ضرورة بأن نتجاوز هذه المرحلة وأن نتفرغ لتطوير التنمية في بلدنا. طيب الآن الواضح من لا أن يمكن المشكلة أن نبقى ولسنوات عديدة في هذا التجاذب السياسي الذي إذا ما استمر لا يعرف أحد، ونحن نعيش واقعا يعني مأساويا على جميع المستويات يعني المحيطة بنا، وبالتالي علينا أن نكون على مستوى التحديات التي تعيشها بلادنا. طيب الواضح الآن أنه العقبة الكبرى أمام الحوار ومستقبل الحوار أنه الطرف المعارض ممثلا في المنتدى يشترط أن يكون هناك رد مكتوب على المقترحات أو الممهدات التي تقدم بها، الطرف الآخر يرفض. أنتم أمام هذا الوضع ما الذي يمكن أن تلعبوا من أجل إقناع كل طرف على حدة وخلق توافق؟ نحن دورنا سيتحدد عندما نلتقي الأطراف وأن نتحاور معها بشكل مباشر وأن نوصل إليها أفكارنا وطروحاتنا. هناك ستتبين لنا أو سيتبين لنا كيف يمكن أن نشتغل على الطرفين. أما الآن نحن ما نراه وما نسمعه إنما هو يعني عبارة عن تصريحات تأتي من هنا وهناك، وبالتالي نحن لا يمكن أن نحدد موقفا قبل أن ندخل في تدشين الاتصالات المباشرة مع الأطراف كلها. طيب هل أنتم هل تنطلقوا من أنه من الضروري وجود حوار وطني شامل فعلا في موريتانيا؟ طبعا لو لم يكن ننطلق من ذلك لما أسسنا هذه المبادرة. نحن طيب نحن ما الذي يستدعي برأيكم نحن بعد ما الذي بات يستدعي بإلحاح إلى إجراء حوار وطني شامل؟ نحن بعد تحليلنا للوضعية السياسية الراهنة وبعد تحليلنا لمستوى التجاذب القائم في إطار أطراف المشهد السياسي وبعد أيضا حتى تحليلنا للحالة الاجتماعية والاقتصادية في بلدنا، هنا يعني تأكدنا من أن هناك دور يجب أن ننبغي عليه
وإن شاء الله يوفقنا الله تبارك وتعالى في بلوغ أهدافنا طيب منهم. وبالتالي وقتنا انتهى، لكن ما الذي تتصورون أن يكون عليه الوضع في موريتانيا بعد إجراء مثلا حوار سياسي في حال حصل وشاركت مختلف الأطراف؟ لا حسب الحقيقة ستكون هناك، إذا ما شاركت كل الأطراف السياسية في حوار وطني شامل فستكون هناك خلاصة وستكون هناك نتيجة يتحمل الجميع عبء تطبيقها ميدانيا. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الأستاذ محمد سالم ولداه رئيس المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية وأيضا المتحدث باسم المسعى المدني المستقل من أجل الحوار. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، لأن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج المشهد. لكم تحيانا جميعا، السلام عليكم.